one of the one of the behavioral adaptations that help the animal protect itself from any animal any mice. انيمالز يعني ايه بيحصل بيهيفيرال ريزون اللي بيساعد الانيمال اللي هو بروتكت سيلف فروم انيمالز. مين من الانيمالز الاعداء بتاعته؟ ها تفتكري ايه يكون بيهيفيرال هنا؟ هاند لاين ولا اكستنكشن اللي هو الانقراض ولا الريبرودكشن اللي هو يتكاثر يعني ولا الايميجريشن اللي هو يهاجر؟ ها اخترتي مين؟ لسه صوت حضرتك مش باين. طيب سامعاني كده، اخترت مين؟ هل البلايند ان ولا الاكستنشن ولا الاميجريشن ولا الريبرودكشن؟ اختاري مين؟ immigration اميجريشن. برافو عليك، صح كده يا جوري. يبقى هنا يا ولاد يعتبر هنا الاميجريشن هو يعتبر بيهيفير، الاميجريشن يعتبر بيهيفير اديكيشن. انا برافو عليك، انا بختار اميجريشن. طيب نشوف حد تاني. ممتاز يا جوري، فيل المايك يلا نشوف. احمد محمد، يلا يا احمد فتحت لك يا حبيبي. احمد قفلت ليه تاني؟ يلا يا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبي. All the following are components of the nervous system. كل دي مكونات النيرف سيستم يا احمد، ما عدا مين؟ مين هنا مش تبع النيرف سيستم؟ مستر انا مش سامع حضرتك. مين هنا مش تبع النيرف سيستم يا احمد؟ مين في دول مش تبع النيرف سيستم؟ الهارت. الهارت، برافو عليك، برافو عليك، ممتاز. لكن النيرفس صوت المستر فين؟ سامعيني يا ولاد؟ تمام. يبقى السباينال كورد والنيرفس والبرين طبعا كل دول تبع الايه؟ سيستم. الوحيد هنا يا شباب مين؟ الهارت. برافو عليك يا احمد. نشوف بعد كده معاذ، يلا معاذ. السلام عليكم. السلام، ازيك يا حبيبي؟ سامعني كويس يا معاذ ولا في مشكله في الصوت؟ لا لا حضرتك كان سامع. طب يلا يا حبيبي، نمبر 3 يا معاذ. Raise the thumb up or lower it it down a kind of لما ترفع ايديك thumb up او thumb down، عارف لما تعمل thumb up وثبت thumb down كده لايديك لايديك لزميلك، ده يعتبر اي انواع ايه بقى؟ kind of colors ولا kind of waves ولا codes ولا lines؟ ايه بالظبط؟ waves waves. ولا ركز شويه، انت لما تعمل لزميلك علامه ان انت موافق يعني او ان الحاجه دي كويسه، ده بالنسبه لكم بينكم في بعض يعتبر ايه؟ فاكر السيشن دي؟ ها سامعني؟ كود كودز، برافو عليك، ده يعتبر كود، عامل شفره، عامل شفره بينك وبين زميلك، صح كده؟ فده يعتبر ايه؟ كود. برافو عليك يا معاذ. معايا يا حبيبي سامعني؟ تمام. نشوف بعد كده داخل باسم نوت بوك. نوت بوك يلا نشوف مين فتحت لك يا حبيبي. معايا حبيبي، اسمك ايه؟ ياسين. يلا ياسين. اسكوفرينج بادي اركيتكت اركيتكت فوكس. مين سيك فور؟ سيك فير. سيك فير ليه ياسين؟ ليه بيعمل له ثيك فير؟ ليه ربنا عمل له ثيك فير كده؟ عشان في كولد في ال ايوه، برافو عليك، في البطل في الارت في الاركتيك ايه؟ اللي هو الاركتيك فوكس. برافو عليك، هو يعني تو ورم هيز بادي، صح؟ ممكن يجي لك، ممكن يجي لك جفريزون. الثيك فير، الثيك فير از كفرنج ذا بادي اوف اركتيك فوكس، كله طبعا ورم هيز بادي عشان طبعا ايه؟ يعني يدفي جسمه. برافو عليك يا ياسين، ممتاز. حد تاني يشارك معانا يا ولاد؟ شوف رجع بس. عفوا يا حبيبي. نزل ايدينا اللي خلصوا عشان خاطر اشوف غيره. جنى، جنى اسامه، يلا يا جنى. يلا. السلام عليكم.
عليكم السلام. سامعك يا جن. Complete the following. Cat's eyes are adapted to night vision due to the presence of not behind their eyes. أيوه. تبتم لسدم. تبتم. تبتم إيه؟ لسدم. برافو عليك. ممتازة. أنت بتخلي الأيس بتاعتها لايكية جنى. جنى صح؟ قفلتي؟ طب أوكي. نشوف إيمان فوزي. يبقى أول بقى كتاب. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمك ايه؟ ريناد. ايمان. يلا يا ايمان. ريناد. ريناد. يلا يا ايمان. Traffic lights depend on the sense of sight in communicate in communication like. ايوه. على مين؟ Traffic light depend on the sense of sight. يعتمد على على مين؟ على السايت اللي هي الرؤية. In communication like مين بالضبط في الانيمالز اللي احنا خدناها تعتمد على السايت. ريناد. ريناد سامعني؟ ريناد انت فاتحه؟ قفلت تاني. اوكي شوف تاني يا ولاد. حد تاني يدخل؟ مصطفى. مصطفى باسم. يلا مصطفى. نعم يا مستر. يلا يا حبيبي. تعرف تجاوب السؤال ده؟ هي الصوت قفل عند ريناد. Traffic lights depend on the sense of sight in communication like. ايوه. مين يا مصطفى بيعتمد على السنس اوف سايت حاسه الرؤيه؟ مستر صوت حضرتك بيروح ويجي. طب سامعني كده كويس؟ مين يا مصطفى؟ اه اه. مين بيعتمد على حاسه السايت اللي هي السايت سنس ان كوميونيكيشن يعني في حال في التواصل بينهم وبين بعض بيعتمدوا على السايت سنس اوف سايت زي مين؟ الايز. ركز. مين الليفينج اورجانيزم اللي عنده الحاسه دي اللي هو عشان يشوف زمايله ويتلموا حوالين بعض؟ فاير. فاكر دي فاير؟ فاير ايه معايا مصطفى؟ فاير فلايز صح؟ صح. الفاير ايه؟ الفاير. نخلي بالنا منها دي يا ولاد. خلي بالنا من السؤال ده. الترافيك لايت ديبند اون سينس اوف سايت بتعتمد على ايه يا مصطفى؟ فاير فلاي ديبند اون سينس اوف سايت ان كوميونيكيشن زي مين كده؟ زي طبعا يا مستر الفاير فلاي. زي الفاير فلاي. طيب بعد كده نمبر 3. نمبر 3 نشوف مين بعد كده يدخل معايا. الناس اللي رافعين ايديهم مش شاطرين. جمانة. يلا جمانة معايا. جمانة فتحت لك. افتح المايك. طيب صالح. صلاح. صلاح هيثم. يلا صلاح. يس. يلا يا حبيبي. فهمت السؤال اللي فات صلاح؟ اللي هو الترافيك لايت ديبند ذا سينس اوف سايت. يعني احنا بنعتمد الترافيك لايت على السينس اوف سايت ان كوميونيكيشن لايك مين؟ لايك فاير اي فلاي. ما ننساش دي يا ولاد. فلاي. فاهم يا حبيبي؟ انا فيشن كيت. اه ايرا نمبر 3 بقى كده. This is a stimulus towards the surrounding environment. ركز شويه كمان. The stimulus. Stimulus يعني استجابه.
او تعتبر ايه يعني انت استجبت يعني towards the surrounding environment. انا ما قلتلكش على السيستم دي بيسموه اسم ايه؟ reaction. لا respond. respond او response يعني كلام is a stimulus طبعا انا مثلا حسيت ان في مثلا حاجه خطر جنبي فانا هعمل ايه لازم اعمل ريسبونس يا صلاح هعمل ريسبونس يعني قلنا يعني استجابه اذا ستيمولس ووردز سراوندينج تمام كده بعد كده نمبر 4 ماشي يا صلاح انت يا حبيبي تمام طيب ادهم فتحت لك يا ادهم ادهم طيب مايفن فتحت لك مايفن يلا مايفن فتحت لك a big object from shadow behind them object form ايه form shadow shadow زي ما احنا عارفين ان اي واحد لو جه عليه اللاين لو جه عليه اللاين while transparent object don't doesn't يبقى a big object form shadow while transparent ممتازه برافو عليك يبقى هنا a big object form shadow behind them while transparent objects don't form each other. برافو عليك يا مايفن ممتازة. شيرين سالم أو سلام. شيرين. فتحت لك أيوة. أهلا. نمبر 5. The time taken by a gerboa to respond to a danger now as the known as the time taken by gerboa أولاد to respond to the danger يعني الوقت اللي بياخده الجربوا اللي هو الكائن اللي بيعيش في الصحراء دوت اللي كان جامب ده اللي بيعرف ينط ده to respond to the danger is known as بيسموه باسم ايه يا شيرين بيروح عليه ايه تايم فاكره لما يحس بحاجه حواليه لما يحس بحاجه حواليه ويقعد ينط على طول يعمل جامبنج كده ها بيسموه باسم ايه تايم تمام يا جماعه الاسئله دي كلها من اسئله الامتحان يعني من اسئله الوزاره واسئله البنك معرفه فذا تايم تيكن باي جيربوا تو ريسبوند تو ذا دينجر از نون از بيروح عليه ايه ذا ريفلكس The reflex time. The reflex time. عرفتيها يا شيرين؟ ايوه عرفتها. يبقى مين هو time taken by gerboa to respond to the danger؟ time اللي بياخده عشان يستجيب اسمه ايه يا ولاد؟ reflex time. reflex time. The reflex time. تمام؟ ماشي يلا اللي بعده. يا رغد هاني. يلا يا رغد. نقفل يا شيرين رغد فتحت لك الو يلا يا رغد in front of you the digestive system of a heavier explain one of that feature of the digestive system of herbivore. Herbivore. I mean, فاهم السؤال؟ طبعا ممكن يجي لنا سؤال زي كده يقول لك in the front of you the digestive system of a herbivore
هيربيفور طبعا انيمال يعني كان بياكل عشب. شايفين طبعا الكاو دي بتاكل الاعشاب صح؟ اكسبلين الدايجستيف سيستم بتاعته يا رغد. الدايجستيف سيستم بتاعه بيتميز بايه؟ have full stomach. ممتازه برافو عليك. have full stomach والدايجستيف كانال بتاعته بقول لك الدايجستيف كانال بتاعته لونج اور سمول؟ لونج. لونج برافو عليك. هاز لونج لونج في يا رغد. هاز لونج دايجستيف كانال. عنده لونج دايجستيف كانال تمام. اند اور سمك يا رب تكونوا سامعيني تمام. It has four digestive canal and four stomacher. معايا كده؟ حد تاني يدخل معايا؟ ثانية واحدة. نشوف مالك، مالك أحمد، يلا يا مالك. كده خلصنا يا ولاد الموديل إكزام 1. مالك معايا يا حبيبي؟ يلا نبدأ الموديل إكزام 2. مين الأورجان responsible for the sense of sight؟ The eyes. برافو عليك يا مالك. طبعا لازم يجينا يا مالك سؤال عن النيرفس سيستم والأورجانز اللي احنا خدناها. يبقى أورجان responsible for the sense of sight هقول له مين؟ The eye. برافو عليك. تمام يا مالك. ادم نشوف بعد كده منى علاء. يلا يا منى اللي خلص ينزل ايديه. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا منى؟ سامعني ولا لا يا منى؟ كويس. اسمع حضرتك. نمبر 2 هم باك Males make music in serious. Serious يعني بيعمل سلاسل غذائية كده. سوري غنائية كده. ميوزك كده. ها. Of phrases. Phrases in a batter. During. Which month? أي month يا. For meeting اللي هو التزاوج يعني. فاكره الدرس ده؟ سمر ركزي شويه. هو بيعمل الباترن ده for meeting التزاوج بين ان وينتر. يبقى هو بيعمل وينتر. وينتر الشتاء. تمام سامعني؟ تمام. يبقى هو بيعمل الباترن دوت for meeting التزاوج في اي شهر او في اي فصل اللي هو الوينتر يا منى. اسمك ايه؟ منى صح؟ منى. صح. مين؟ ماشي عادي. زياد ابراهيم. يلا يا زياد. زياد. يلا يا زياد. تحت لك. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا حبيبي؟ كويس الحمد لله. سؤال 3. Bat is not animal. Nocturnal. Nocturnal. يعني زياد. يعني إيه؟ يعني بي اكتف. يعني حيوان ليلي. برافو عليك. كائن ليلي. ممتاز. يعني بي اكتف ات نايت صح؟ يعني بيكون اكتف ات نايت. برافو عليك. لان طبعا البريز بتاعته اكتف ات نايت. هو الفرائس اللي بياكلها بتكون اكتف في النايت برضو يا اولاد. فاقول لك انا هطلع بقى اكلهم بالليل ادم هم موجودين بالليل. يبقى بات از ان نوكتورنال ايه انيمال. برافو عليك يا زياد. عمر شهاب. يلا يا عمر يلا. يحاول كله يجاوب معايا. يلا يا حبيبي. بعد كده
Animals that live in hot environment have a ears to help it to escape and to be cool. Have long ears. ليه يا عمر بتعمل اللونج ايرز دي؟ Cool its body and help it to escape. برافو عليك. ممتاز. ما شاء الله عليك. بص يا ولاد عمر قال لي الانيمالز اللي هي الانيمالز اللي بتعيش. ماشي يا عمر يا حبيبي. الانيمالز have ears. Long ears. Long ears. اللي هي برد كده مرض الحرارة في جسمه وفي نفس الوقت to be cool يعني أثر التسكين فالانيمالز يهرب يسمع لأي حد بيقرب منه فيهرب على طول يسمع أي حد بيقرب منه فيهرب يا ولاد على طول سامعيني كويس تمام طيب بعد كده تعالوا نشوف أدي أول أربع أسئلة جم تشوز زي ما أنتم شايفين كده تعالوا نكمل أسئلة تانية State the following statements are true or false. يعني قل لي مين صح فيهم يا ولاد ومين غلط. مين true ومين false. نشوف Aysel. Aysel. سمعني Aysel. Yes. يلا حد. إيه السؤال؟ The owl bowl like head helps it to see what it can't hear. غلط. أمال. Because it hears and it has a sense of hearing and sight. يعني هنا بقول لك the owl bowl like head يعني الأول ده يا ولاد البومة help it to see what it can't hear. أنت قلتي إيه؟ Wrong. تمام برافو عليك يا أيسل. طيب بعد أيسل نشوف شيماء فتحت لك يا شيماء أنا مستر بس اسمي مازن بس أنا فتح من إيميل مهم يلا يا مازن نمبر 2 يا مازن بيزل استيمنشن is first faster than the auditor استيمنشن Visual stimulation is faster than auditory stimulation. أقول له صح. برافو عليك. ممتاز يا حبيبي. نشوف اللي بس يجاوب ينزل ده عشان يظهر غيره. أنا بنزل لكم ايديكم. في مواد ده. يلا مواد ده. مواد ده. فتحت لك. يلا. طيب ملك ورينات يلا يا ملك أميوت نعم يا شيخ أوكي يلا يا ملك نمبر 4 سوري نمبر 3 أولاً in order 4 in order 4 the code to أيوة. be translated the brain must in Identity. فهم السؤال؟ يعني انت عملتي كود مع زميلتك مثلا يا ملك انت ملك ولا ريناد؟ انت ملك ماشي يا ملك انت عملتي كود مع زميلتك عشان تفهمي الكود ترجميه The brain must identify it True or false? True برافو عليك يعني ايه identify يا ملك يعني يتعرف عليه طبعا يا مستر انا لازم لما اعمل تمام ماشي في ايوه صح يعني ما يعني يا اولاد لازم طالما عملت كود in order for a code to be translated عشان الكود دوت يترجم the brain must identify it لازم مخي يا مستر يتعرف عليه
The brain must identify it. تشوف لما؟ لما؟ أيوة. ولا لما؟ لما الصوت في حاجة ولا سمعني كويس؟ مش عارف في ناس في الصوت. لا. لا سمعك سمع حضرتك كويس. طب يلا يلا يا لما. A wooden desk is an opaque material. Yes, true. Yes, true. ليه يا لما؟ إن هو إيه؟ هل allow light to pass through؟ هل بيسمح للضوء؟ No. No, bravo. مال which material of this medium allow light to pass through? Transparent. Transparent. ممتازة. برافو عليك. إن شاء الله تجيبوا درجات عالية وانتوا داخلين في الامتحان أهو. برافو عليك يا لما. في المايك ممتازة. يبقى فعلا الودن ديسك يا مستر وبيك ماتيريال طبعا ترو. برافو عليك. نزل إيدينا. نشوف سما ياسر. يلا يا سما. في ناس طبعا بتكتب لي على الكومنتات كتير انا عرفت اسمها على فكره ممكن تكون سما منهم. سما فتحت لك يا سما. سما ياسر. السلام عليكم. وعليكم السلام ازيك يا سما؟ الحمد لله. انت اللي بتكتبي لي في الكومنتات كتير انا سما يا مستر؟ لا مش انت. تمام يلا يا سما. Look at the base of the light rays in Big charts A and surround B. In tamam. Determine. Haddidi. Determine which of the two objects in opaque and which in transparent object. Tamam. Yalla ya. Tamasul. Yalla ya Sam. One. A. Figure A. Da yatabar A ya Sam. Figure A. Room. السمع. Object. Which object? Opaque or transparent? هو اللي كان transparent. Will be transparent. A transparent. ركزي يا سما. شايفة إيه؟ Object. Opaque object. Opaque. يعني opaque. يعني دون تبثرو صح بالظبط. هل الضوء عدى منه يا سما؟ هل شيء هل اللايت ريز عدت؟ لا يبقى لا. طب مين بي؟ ترانسبيرنت براب. البي يعتبر ترانسبيرنت ميديوم. ممتازه. طيب ممتازه يا سما. نقفل ونشوف محمد رشاد. يلا يا محمد. محمد فتحت لك يا محمد. Compare the shape of the محمد معلش ستوب. محمد سامعني؟ ايوه سامعك يا مستر. طب افرض جالك الرسمتين دول يا محمد وبعد ما جاوبت كده transparent جه قال لك which figure form shadow. Which figure فين اللي مين اللي هيكون شادو فيهم؟ A or B؟ A number A. ايه برافو عليك. لان احنا عارفين يا ولادي الشادو از فورمد. ركزوا معايا افتكروا الكلام ده. شادو عشان عشان اوبيك ده هيومن. عشان برافو زي الهيومن. ممكن يكون مثلا القلم بتاعك البين ده انت القلم ده لو حطيته عند الحيطه وفي ضوء الناحيه الثانيه يعمل شادو دي. لان يا محمد اللايت when it fall on opaque object لما اللايت يجي على opaque object it form shadow. فاهم يا محمد معايا؟ ايوه يا مستر معايا. عشان يا مستر جزء من اللايت بيabsorb. برافو عليك. الثاني باوند. ممتاز ما شاء الله عليك. جزء of اللايت يحصل له absorption from the opaque object. انا امتصيت جزء من اللايت ده ما خليتوش يعدي فلازم يعمل شادو الناحيه الثانيه. يبقى طبعا لو جالي بقى كمل لي السؤال في الامتحان يا اولاد وقال لي which figure form a shadow اقول له figure A form a shadow because light fall on opaque object. ممتاز يا محمد. خليك بقى في السؤال اللي بعده. ماشي يا محمد. نشوف خالد صلاح. يلا يا خالد. ازيك يا مستر؟ اسمك ايه؟ خالد. اسمك ايه؟ خالد.
انت ولد ده اسمك واقع ماشي يا حبيبي زكي خالد يلا Compare the sharp of the teeth of cow and the dog to match the type of food. A cow's teeth. Where they keep on? Grass. Wow. ممتاز يا حبيبي ما شاء الله عليك ماشي صوفيا صوفيا خالد بص يا اولاد هو بيقول لك compare between the shape of teeth of cows and dogs ايه الفرق بين شكل اسنان الكاو والدوج فخالد ما شاء الله عليه قال يا مستر الكاو teeth flat where they feed on grass طبعا grass طبعا اللي هو بيتغذى على الاعشاب يعني برافو عليك يا خالد نشوف روان محمد يلا روان كملي yes. الباقي جاي يا جماعه كله هيجاوب يلا يا روان دوج فيد مالها هتبقى عامله ازاي بقى شارب لكن الدوج سنان الكلب يعني بتكون حاده شويه ليه يا روان because they eat meat because they feed on meat ممتازه برافو عليك بتغذى على مين بقى اللحوم المرة دي. ماشي يا اولاد لو الزوم فصل دلوقتي ندخل على نفس اللينك تاني. تمام؟ والامتحانات دي هبعت لكم الاجابات بتاعتها وابعت لكم البي دي اف بتاعها على الجروبات برضو تاني مجاب بقى. اتفقنا؟ لو فصل دلوقتي ندخل على نفس اللينك تاني بس نحاول ندخل بسرعة بقى عشان هو بيقبل 100 بس. وهتنزل على اليوتيوب كاملة إن شاء الله. يلا نكمل. موديل اكزام 3. ثالث اكزام بقى يا ولاد طبعا بنفس النمط ده هتلاقي ورقتك ان شاء الله انا حبيت اعملها لك على قد على نفس الشبه على قد ما اقدر نشوف كده مع بعض ادهم محمود فتحت لك يا ادهم ادهم مش بيفتح